مرحبا عمنا احمد الباشا، ومرحب باهلنا في البوطان بصوره عامه. مساء الخير واهلا بك في الفقره الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاه على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. التحيه لفضائيه النيل الازرق والاستاذ مصطفى كركساوي والمشاهد الكريم احمد علي احمد الباشا، باحث في تاريخ قبيلة الشكورية والتراث والأدب. مرحب بك منورنا. بداية موضوعنا عن الزواج بما فيه من عادات وتقاليد في منطقة البطانة بصورة عامة، نبدأ المشوار ده من وين؟ خلينا نبتدي من قلت الخير. طبعا الزواج هو رابط اجتماعي قوي، صحيح. فلا طبعا في البداية بيتم الاختيار برضا الزوج والأب والأم والأسرة يعني، فما بتكون في مخالفة لهذه. فالعريس بيستشير أهله أمه وأبوه، أنا عاوز الزوج بالفلان، فأمشوا لي أمشوا للبنت دي. فأبو العريس بيمشي وبيطلب يد البنت من أهلها، فبتبقى الموافقة. طبعا دي كلمة خير، اسمها دي المرحلة الأولى، أولى المراحل. بتجي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الخطوبة، معناها التوثيق لهذا الارتباط التم. فبيدفعوا فيها بعض المبلغ بدون تحديد، فطبعا أي زول الحاجة الدائرة يدفع، إذا ما في شرط على زول أصلا عندنا في الزواج. المرحلة الثالثة هي مرحلة تحديد العرس. انت ما كده خليني معك في الخطوبه دي قبل ما العرس يتحدد. جميل. الخطوبه دي برضو عندها تفاصيل، يعني هل في فتره ممكن تكون متعارف عليها في انه يا اخي تمت الخطبه، الزواج مفترض يكون بعد 6 شهور، ولا حسب امكانيات الطرفين الاثنين او العريس في المقام الاول؟ لا لا، الخطوبه العرس ده اصلا على حسب امكانيه العريس. حسب امكانياته، اذا كان عايز يتزوج بعد شهر او بعد سنه أو زول في المهجر، فدي حاجة عنده. أهل العروس دي بمجرد ما وافقوا معناه ما عندهم تاني، أنت تجي متين ولا تجي بعدين، وقت ما تجي تديهم خبر وهم بعد ذاك بيكونوا جاهزين للزواج. يلا بعد كده خلاص الخطوبة تمت. أيوه. والحمد لله ألف مبروك. بنجي لحاجة تاني اللي هي الزواج، تحديد اليوم. قبل تحديد اليوم أو بيكون في حاجة مصاحبة، الدعوة زمان كانت كيف؟ يعني في 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 زمن فات، وسي حاليا دعوة المناسبة بتكون كيف؟ نحن قبل الدعوة ما أحسن نقرب نحدد الزمن، بعد ما نحدد الزمن نجي للدعوة. طيب رح يلا في المرحلة دي بتبقي مرحلة المال. المال 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 ده زمان طبعا كان بقلبي، كم بعير، كم إبل، كم غنم، كم من البقر، حاجة بيتفقوا عليها على الأسرة. بعد ذاك بتجي الشيلة. الشيلة هي المواد اللي بتكفي لأهل العروس الغرض بتاعهم ده، همهم أهل العريس ديل همهم ما عندهم براهم بطريقتهم. ومن ضمن هذه بتجيبوا ذبيحة كبيرة مثلا تور ولا ناقة. دي المرحلة بتاعت الشيلة. فبقوموا بحددوا العرس. العرس اليوم الفلاني، ده زمان ما هسا. فطبعا اهل الباديه زمان كانوا فرقان، ذاك فريق فلان وذاك فريق فلان، فبقوموا برسلوا مندوب بالجمل طبعا. امشي كلم ديلك ويوزع الدعوه دي للناس كلهم، يوم كده عندنا 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 عرس تجونا. اما اليوم طبعا الدعوه بالكريت وبالتلفون بالواتساب وبالواتساب وبالتلفزيون كمان بعض الناس المقتدرين. فلذلك الناس متماشيه مع الحدث الموجود. كويس، نجيب في الحدث الموعود ده المهر. برضو انا عايز اقارن عشان استفيد من المقارنه. بنسمع يعني اهلنا الكبار، والله يا ولدي يا اخي امك دي عرسوها بي كده، وابوك ده دفع كده، وعمك ده دفع كده. نحن ما عايزين تفصيلا، لكن بس لو امكن مقارنه، يعني شوفكم الزمان وشوفكم الهسي ده، الفرق طيب بينهم شنو؟ شوفنا الزمان، انا اقيم لك الحاجات دي متناسبة. يعني زمان الناقة كلها ب20 وب25، يعني لو دفعت 4
أربعة بمية جنيه زمان، وليلة لو دفعت أربعة ممكن يجيب لهم مليون وميتين ولا كده، يعني حكاية يعني متقاربة ما بعيدة. يعني نفس اللي بتخسر زمان هو بتخسر الليلة، يعني ما في فرق كتير، ما في فرق بين زمان وبين هسه، لأنه أنت الليلة بتبيع حاجتك اللي عندك دي بسعر غالي، سعر غالي. طيب بيخوفونا ساي يا عم احمد الناس دي المعنى، بيخوفوك من الزواج، بيخوفونا يعني مش من الزواج، بيخوفونا من انه مهر زمان ب 7 جنيه 3 جنيه، ده يتزوجوها بكم مثلا زمان الكلام ده سابقا بدري شديد. يلا 7 جنيه عارفه بتعمل شنو؟ كانت قروش بتعمل لها ثلاثه خرفان، الثلاثه خرفان الليله ب 300,000 هي صح؟ نفس الشيء يعني جديد بتعمل 7 جنيه بتعمل لها ثلاثة خرفان والثلاثة ليلة ب 300,000. نزيد صفر ساهي بس نحن. يا مسألة كده. طيب. حددنا اليوم وتمت الدعوة. تمت الدعوة. ها بعد ذاك اللي بيحصل شنو؟ القيدومة متين بتكون؟ لا القيدومة دي هي بتبدأ يعني قبل فترة، يعني الشباب ديل بيجوا على العريس ده قبل أسبوع كده. يوميا في المسا بيعملوا حفلات كده خاصة بهم براهم بعيد من البيوت. بيدقوا الربابه والدلوكه الحاجه اللي عندهم اللي بيضربوا بها وبيلعبوا بيتفرجوا. اما يوم العرس ده بتبدا بعد الناس يتغضوا خلاص والاكل انتهي العصر بتطلع الدلوكه دي عندها حكامات، ده زمان فالحكامات بيدقن الدلوكه، وطبعا في فاصل للصوت وفاصل للسيف وفاصل للدرجه، والناس يعني يومها ده بتكمله كامل. هسه الربابه طبعا، لا الربابه دي هسه طبعا بعد ما انتهت مساله الدلوكه بقت الناس ما يشتغلوها، بقت الربابه هي اليوم الحاضر الموجوده. كويس، انت هسه مركتنا كده على الربابه وعلى الدلوكه وخلينا نازل بيتغدوا والكشف ان احنا ما شفناه. ايوه الكشف ده فيه الخته. طيب انت ما سالتني قلت لي الناس دي بيطبحوا شنو مثلا؟ طيب اسالك بيطبحوا شنو؟ بيطبحوا 5 إبل ومعايا 20 راس، وازيد على ذلك يعني بكون في اكل في بلح في حاجات يعني بكفي الناس مهما يكونوا موجودين. واللبن على حاضر، والزبادي ده على ما يقولوا برضه حاضر، والسمن موجود. اللبن والشاي مع بعض. ها؟ اللبن والشاي مع بعض كله موجود الحمد لله، الحاله يعني سمحه جدا الحمد لله. فدي ده اليوم يوم الوجبه. يلا احنا كنا جينا في المسا، ما طلعنا المسا يلا بتبدا الدلوكه. يعني ناسي مرقنا بعد الدلوكه دي، لكن انا داير ارجعك. يلا ممكن ها. يلا ترجع لي ولا تخلينا في مرقتنا دي؟ لا ارجع لك ونرجع ثاني لمحل اللي ما في مشكله، انا معك. يلا الكشف والخته. الكشف ده اصلا بيكون هناك من ما الغدا بدا، بيكون في يعني كرسي وترابيزه وناس قاعدين هناك بيستقبلوا زول الجاي عنده حاجه يكتبها يسجلها. بيسجل ابل وبيسجل قروش وبيسجل غنم وبيسجل كل الحاجه اللي عنده. فده دي مساله الخطه عندنا احنا اسمها. طيب حرص الفرقان الثاني على انه تجي وتحضر. يعني من الليله في مناسبات في فريق فلان، في مناسبه في فريق فلان، اذا انا كنت ما في حتى لو جيت الخرطوم او كنت في شغل في ولايه ثانيه، حرص اهلي انه انا يمشوا يمثلوني شنو او يمثلوا ابوي شنو؟ لا اصل زمان الرابط الاجتماعي كان قوي شديد، يعني بمجرد ما يكون في حدث في حته معينه كل الناس بتجي، يعني حتى كان غايب فرد ولا افراد ثانيين بيجوا كل الناس، نساء ورجال واطفال وكل الناس يعني مترابطين ترابط قوي جدا ومتعارفين، وما في حاجه اصلا بتخلي الناس ما يجي في السراء والضراء. الناس متكاتفه ومترابطه. متكاتفه ومترابطه وعارفين، وبعدين ما ممكن يعملوا عرسين في يوم واحد زي الزمن ده، هسه الزمن ده ممكن يعملوا 4 هنا واحد وهنا واحد. ما تعرف ذاته تمشي لما ما تعرف تمشي منه، لكن زمان انت يخلص ده ويقعد ذاك الثاني. حدد الثاني. طيب نحن حنستمر معاكم وايضا مع كل من يتابعنا، حنمشي الكنترول وحنشوف جانب من زواج الاستاذ عدلي حامد ونرجع نتواصل مع عمنا احمد الباشا، خليكم معنا. الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد زوجتك موكلتي شيراز محمد عبد القادر محمد لموكلك عدل حامد عبد النبي على كتاب الله وسنة رسول الله على الصداق المعلوم الموضح بيننا 5000 جنيه، وأزلنا لمن يشهد والجميع شهود والله خير الشاهدين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد قبلت زواج وكيلتك شيراز محمد عبد القادر لموكلي عدل حامد عبد النبي على كتاب الله وسنة رسول الله بالصداق المعلوم الموضح بيننا، وأزلنا لمن يشهد والجميع شهود والله خير الشاهدين. مبروك، نتمالوا عيال. ونتمنى لي حياة زوجية سعيدة، والتحية لكل من تكبد وشاغل السفر مشاركا هذه الفرحة الجميلة نيابة عن أسرة المرحوم حامد عبد النبي. بنقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير. كلهم حاسدين
في المناسبات الغنى زمان هو السيد غنى الحكامات، وغنى الحكامات ده طبعا انت ما بتقدر تحفظه ولا انا بحفظه، يعني شغل سيد وقت بتاع زمن. اما شغل اليوم الناس طبعا دي بيغنوا شعر لشعراء معينين ومنسق ومحفوظ وكل شيء واضح يعني. بتلقوا فيه روحكم انتوا؟ والله جدا، احنا اصلا ناس البطانه بمجرد ما يعزف الرباب ده ولا النجاره ولا الدلوكه بنتغير نبقى حاجه ثانيه. الله يديك العافيه. تسلم عمنا احمد الباشا، باحث ومؤرخ في التراث، على وجودك معانا ونورتنا، وان شاء الله نحن المناسبات الجايه كلها نحن كل خميس نكون معاكم في البطانه. وانا كمان اشكر فضائيه النيل الازرق والاستاذ مصطفى كركساوي. الله يديك العافيه، شكرا كثير خير على الاستضافه وجزاكم الله خير. الله يكرمك، نورتنا. الله يبارك. متابعينا بعد الفاصل نتواصل معكم في مساء الخميس.